نهاية جائحة كورونا تلوح في الأفق. تصريح لمدير منظمة الصحة العالمية بيبعث الأمل بعد حوالي عامين من الخوف. فهل هذا يعني أن الإجراءات الوقائية لم تعد مطلوبة؟ وماذا عن وضع المدارس يلي بدأت بفتح أبوابها؟ وهل من إجراءات استثنائية لهيدا العام؟ دكتور عيد، بلشت 3/4 المدارس والمدارس الثانية على الطريق. شو المفروض يتبعوا إجراءات وقائية المدارس؟ عم نسمع جدل حول الكمامات أو عدم الكمامات، خاصة أنه الولاد عم يتعبوا نفسياً من الكمامات. حضرتك كاختصاصي بهذا الموضوع، شو توجهاتك؟ على اول شيء نقول انه الكره الارضيه كلها سوا. هلا اذا بتشوف شو الريكومنديشن الموجوده كرمال الماسكينج بالمدارس وبرات المدارس، بيطلع عندك كل شيء. يعني عندك بعد دول مثل الصين ماشي بلوك داون وبكل الامور الوقائيه، وفي عندك دول خلص مثل اوروبا وامريكا بطل موجود اي اجراء وقائي، وفي عندك دول بالنص بين اثنين. ما في ستاندرد، يعني العالم تعرف انه ما في ستاندرد، لانه اليوم نحن بنعرف انه كل الاجراءات الوقائيه ممكن حدا ياخذها، من اخذ الحراره اللي اكيد بطل حدا يعمله للماسكات، ما بتلغي وجود كورونا وما بتقدر توقف بشكل نهائي انتشار الفيروس. ومن ثاني ما في ناس بعدها بتخاف على حالها وبتخاف يمكن على اهاليها وبتخاف على الكبار عمر عندها بالبيت، وبيقولوا خلينا نجرب نحمي حالنا ونخلي الاولاد بالمدارس يلبسوا ماسكات. مش هيك في الراي والراي الاخر. ما في ستاندر بكل الكره الارضيه، وما بعرف من لبنان شو راح يطلع توصيات بالاخير، بس متوقع انه اخرتها كل مدرسه تعمل قوانينها. هلا انا راح اعالج بالتدريج. تاخذي حراره اكيد صارت شغله بنعرف من اول سنه ما كانت كثير هلا تنفع، وهلا كمان كما كثير لها معنى تنعمل. الماسكات مثل ما قلتي في اولاد بيتضايقوا منها، بس بالاخر اليوم كل مدرسه اذا بتاخذ قرار نهائي هي شو مصلحتها، ويعمم يعني انستتيوشن باي انستتيوشن. وانا برجع بزيد عليها انه اذا خففنا من الاجراءات الوقائيه لازم نزيد من الاجراءات التشخيصيه. بنرجع لتيست الانتيجين اللي هو تيست هين بيقدر يوفر او يحد من نسبه الانتشار وسرعه الانتشار. يعني بمعنى انه اذا ما قدرنا عملنا اجراءات وقائيه قويه بنحط التيست الانتيجين، وكل ما شخص صار عنده عوارض بالمدرسه، هلا صارت الاهالي والمدارس انه خبره اكثر بهذا التيست، سعله حراره اي شيء بيشبه الرشح بينعمل فحص، اللي بيطلع بوزيتيف بنحجز على 5 ايام، واللي بيطلع نيجاتيف بيرجع بيكمل نهاره عادي. انا بتصور هيك يمكن اهون طريقه، بس برجع بقول ما رح نلاقي يمكن ستاند اب بلبنان للكل. تنصح بالتباعد، يعني ما يكون في اكتظاظ، مش بس كرمال كورونا، كرمال كل الفيروسات اللي بتنقل، اذا في مجال انه يكون في تباعد هذا المتر او المتر شوي المطلوبين. كل الامراض الجرثوميه بالاقتزاز فيها بيزيد نسبه الانتقال، بس كمان اليوم عندك مشكل ثاني هو مشكل اقتصادي. يعني كل ما صغرت الصف كل ما كلفه الصف صارت اعلى، يعني عم تدفع كلفه التدفئه، كلفه الاستاذ، كلفه سو كمان اليوم واحد بده يكون شوي يقدر يوازن الامور. اذا بتحسب قد ايه كلفه مثلا تيست، اذا كل ما ادخل مدرسه بلبنان يمكن بدها 5 علب او 10 علب تيست انتيجين ما بحقهم شيء. اذا بتقارنيها بقد ايه بتخسري، اذا صار الصف عندك 20 بدل 40 بتشوفي قد ايه كمان رح تفرق عليك. سو انا بلاقي اكثر حل عملي هو البريانتيف ابروتش، يعني مش الوقايه، هو التشخيص عند ادنى عوارض. هيدا بيقدر يمكن يكون حل وسطي بشكل انه ما بكون سينا كورونا بشكل نهائي، ومن تاني ما قدرنا نقدر نشيل الكم الأكبر من المصابين قبل ما يصيروا عندهم عوارضهم قوية، ونخفف من نسبة وسرعة الانتشار بالمدارس. ويبقى السؤال، هل من المتوقع أن تزيد الحالات ببداية فصل الخريف والخلط بين كورونا والإنفلونزا الموسمية، أم أن الكورونا أصبحت نوع من الإنفلونزا ويجب التعايش معه؟